السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم مش نوريكم كيفاش طريقة تنظيف الدجاج ولا السردوك العربي وطريقة التقطيع. أول حاجة نظفناه، تويك مشي نرميه على النار، مشي تشوشط، مشي تنحى منه هكايا الشعيرات الجواد الكل يتنحاو منه. الدجاجة متاعنا بعد ما شوشطناها تويكا مشي نغسلوها، خليط حكاكا هنا نظيفة جيدة، مشي نحكوها هكا مشي نحكوها بالباس. هكا كيما تشوفوا كيفاش تولي بيضة كي تتحك. هكا بعد ما تكون هكا هي لو مرة هكا تكون هكا شتو لينا بيضة كيما هكا. هذا السردوك ولا الدجاجة متاعنا بعد ما نظفناها بالبيغ غسلناها بالقدا وحكيناها وسقط الماء، هنا عندي ملح أحرش تقريبا زوز مغارف اكل ملح احرش خشين، وعندي مغرفه الفلفل، وعندي قارص باش نخلط مع بعضهم كما تشوفوا هكا، خلط مع بعضهم نحك بيها. كل مره خلط هكا نحك تو. بعد كيما تشوفوا بعد ما كملنا حكيناه حطوه تقريبا ربع ساعة ثلاثة ساعة بالملح والقارص هكايا، وبعدين شلوه من مبي وحطوه نحيو له الزوايد اللي عنده رومية. نشوفوا هي تشوفوا الزبيب هذوما كل نحيوهم، هذي اللي نلقاو فيها الماكله، هذي كل نحاوه تشوفوا قاعد نضيف هكايا.
هو مش نحيو الزوايد الهونية، نشوف عليها نحيو الزوايد الكل. هذا كما تشوف القلب، نحيو هذه من الزوايد الكل بتاعو. الحمية الكل نحيوها قبل شويه، ردوا بالنا من مره، خاطر المره دي كانت في القاعه الكبده بدات كده تتلوح، تشوفوها كده هذا القلب زاد كما تشوفوا، هذو من الزوايد نتاعو باش نحيوهم. لو كان حيت من هنا ناحيه الكبده ناحيه الكل، تو نكمل القصه هكايا هكا بكل سهوله، قصوها هكا يدم كل الزوايد نتاعو يتلوحو. هذا كيما تشوفوا هدايا، نلقاو في الزوايد هذوما كلهم نحيوهم. اللي هما الرواري تاع الدجاجة ولا تاع السردوك، نحيو الزوايد الكل. نضيف كما تشوفوا كما تشوفوا بنضيف هكايا، هذا اللي يحب يحطو صحيح يحطو صحيح، اللي يحب يقصو يقصو، نجم نزيدو نقصو هكايا، واللي يحب يحطو صحيح نجم يحطو صحيح. كما تشوفوا هذا مش الزوايد الكل،
هذا القلب كما تشوفوا فيه، نحيلوا الزبيب اللي فيه هكايا ولا هكا، وهي كده عندنا هذه اللي هي المعدة اللي تهضم اللي تهضم الماكلة عند الدجاجة ولا عند الصندوق. كما تشوفوا صور كبير، هي فيها هنا كل القشرة جويدة، كل المعدة جويدة الداخل، نجبدوها كيما هكايا كيما تشوف، نجبدوها هكا نحا كاملة. هذه ريتوها كيما ريتوها بالقشرة نتاعها، هذه الفضلات نتاعها اللي هما الأكل نتاعو تهضمها تولينا نظيفة كيما هكا. توا كنمشي نعاودو نغسلوها عدة مرات. وهذا كما تشوفوا هذا السردوك نتاعنا العربي ولا الدجاج العربي نتاعنا اللي نظفناه في الدار وقطعناها. ان شاء الله تعجبكم طريقه التنظيف والتقطيع نتاعها، ونطلب منكم انكم تدعموا القناه، قناه مريم كيتشن هاشتي. والى اللقاء في وصفه وفكره قادمه ان شاء الله.